تاني حاجة الموضوع الماتش اللي جاي، احنا طبعا عارفين كلنا أهمية الماتش، وإن شاء الله اللعيبة كلها قلبها على قلب رجل واحد، وكلنا إن شاء الله هنبقى موجودين في الاستاد، وإن شاء الله هيبقى كلنا داعمين للفريق، واللعيبة إن شاء الله تبقى رجالة، وهم كلهم رجالة ويستاهلوا كل خير، لأنهم عدوا بمرحلة صعبة، وإنت عارف يا كابتن المرحلة دي صعبة جدا جدا في النادي. صحيح طبعا طبعا فطبعا احنا بنتمنى يعني إنقاذ الذات من الناس كلها، وندعم الفريق على قد ما نقدر لغايه لما النادي يطلع من المرحله اللي هو فيها دي. فان شاء الله كلنا هنبقى موجودين يوم السبت في الماتش، وباذن الله يعني ان شاء الله اللعيبه تبقى رجاله ونطلع بالفوز ونصعد ان شاء الله لدور المجموعات باذن الله. ان شاء الله باذن الله. واحنا طبعا عاذرينكم الفتره الصعبه اللي بتعيشوها يا جماعه داخل النادي لعدم الاستقرار الاداري الفتره اللي فاتت دي، احنا معاكم وحاسين بيكم اكيد يا ونش. والله يا كابتن يعني انا مش عايز اقول لك، هي فعلا فتره صعبه. تعالى كده شمال شويه واليمين شويه كده عشان اقف في حته. والله كده سامعني كويس كابتن؟ سامعك يا حبيبي. بقول لك احنا انا من خلالك والله الفتره اللي فاتت دي صعبه جدا، ولازم من خلالك في حد جندي مجهول في الفريق، والله على قد ما بيقدر بيلم الناس، وعلى قد ما بيقدر بيوفر الاحتياجات الفرقه. فانا من بالنسبه لي الكابتن عبد الواحد السيد قايم بدور جامد جدا الفتره دي، فلازم كلنا نقف جنبه، والناس كلها تبقى عندها انقاذ ذات زي ما قلت في الاول، ان شاء الله على قد ما نقدر نشوف اللعيبه محتاجه ايه الفتره الجايه، وعلشان نطلع من المرحله اللي احنا فيها. وباذن الله ان شاء الله زي ما انا قلت في الاول، الماتش الجاي بالنسبه لنا حياه وموت، واللعيبه عارفه كده كويس. صحيح. اللعيبه الكبار كلهم موجودين وقلبنا على قلب رجل واحد، والناس الصغيره برضه هتبقى موجوده واكبر داعم لينا، وياما كسبونا ماتشات وخدنا دوري بيهم الناس الصغيره، وما فيش حد صغير دلوقتي في الكوره، طول ما انت بتجتهد وبتتعب ربنا بيديك. فان شاء الله باذن الله الماتش الجاي نكون كلنا موجودين في الاستاد ونروح فرحانين ومبسوطين كلنا يا كابتن ان شاء الله. اخيرا بقى قبل ما تختم معايا، رساله لخط ظهر الزمالك، وانت احد كباتن التيم دلوقتي المفروض، فخط ظهر والله الزمالك بقى يعني نصيحه ليهم يا ونش، يعملوا ايه الماتش اللي جاي؟ والله ما فيش نصيحه يا كابتن، هم لعيبه كبار ومش محتاجين نصيحه خالص يعني. بس يعني طول ما الواحد بيتعب وبيشتغل على نفسه ربنا بيكرمه، وبيلاقي ولما بيتمرن في التمرين كويس وما بيأثرش في التمرين بيلاقي الشغل دوت بيعيد عليه في الماتش، ولما بيحصل موقف في التمرين وبيتعامل معاه كويس بيحصل معاه في الماتش، فبالتالي ان هو بيتعامل مع الموقف كويس يعني في الماتش. فان شاء الله بتمنى لهم التوفيق، ومش خط الظهر بس، اللعيبه كلها رجاله والله، وان شاء الله يروحونا مبسوطين باذن الله يوم السبت، وكلنا في ظهرهم باذن الله يا كابتن. اخيرا عايز اقف معاك في نقطه كده قالها شيكابالا وظهرت بصوت وصوره بعد مباراه بيراميدز، وقال ان لما يرجع لنا الونش وفتوح وزيزو محدش هيقف قدامنا. والله يا كابتن قالها كده، قالها كده بالنص، خلي بالك انا شفت يعني. شفت الفيديو والله العظيم وانا قاعد، انا جسمي اشعر يعني، مش ان انا بتكلم في التلفزيون وكده ان انا اقول كده، انا بجد والله اول ما شفت الفيديو انا جسمي اشعر. وبالنسبه لي كلمه كبيره جدا طالعه من حد مهم في الفرقه، وطبعا شيكابالا اسم كبير، ونتشرف طبعا ان هو يقول عليا حاجه زي كده، سواء انا او زيزو او فتوح. فان شاء الله الناس اللي موجوده باذن الله، انا طبعا مش هكون موجود، فان شاء الله زيزو وفتوح يكونوا موجودين يا رب، وبقيه الفريق يكونوا موجودين، وكل الناس ما فيش اي حد في الفريق يقل اهميه عن الثاني، فان شاء الله كلنا كده نحط ايدينا في بعض ونعدي من الماتش ده باذن الله، وبعد كده ان شاء الله الدنيا هتتظبط هتتعدل باذن الله. يا رب ان شاء الله. ونش بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك، وتمنياتي ليك بالشفاء والعوده سريعه للملعب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك، انك خصتنا بهذه المداخله منذ زمن طويل جدا ما سمعنا صوتك، وانت يعني خصتنا النهارده بهذه المداخله القيمه. بشكرك شكرا جزيلا طبعا.